عارفين ان التي بي دلوقتي يعتبر مشكله ضخمه. لما احنا دخلنا في الطب من فتره، يعني في اوائل الثمانينات وكده، كان بيدرسوا لنا ان التي بي شبه انتهى من العالم، وان هو از ريسيدنج وتمت السيطره عليه وكده. لكن كل الكلام اللي بيتقال دلوقتي ان التي بي راجع بقوه شديده، وان هو منتشر اكتر من الطبيعي، وان في ناس كتيره ما كانتش عرضه للاصابه بالتي بي ولكن اصبحت عرضه. والسبب في كده حاجات كتيره، من ضمنها طبعا ان الانتشار الايدز اللي هو بيعمل اميون سبريشن وبيعرض المريض لالتهابات كتيره ما كانتش موجوده، ظهور بعض الريزيستنت سترينز من المايكوبكتيريوم تي بي، وبعدين الناس اللي هم التجمعات اللي ما فيهاش هيلث هايجين وكترت قوي دلوقتي بسبب الحروب والمظاهرات والاضرابات والكلام ده كله. بقى في ناس كتير قوي عايشه في ظروف صحيه في منتهى السوء، بتنتشر ما بينها الامراض دي ببساطه شديده. التي بي الحقيقه ما فيش يمكن حته في الجسم مش بيأفكت، فهو بيأفكت في المقام الاول اللنج والانتراثراسك ستراكشر، ومن ضمنهم الهارت، لكن معروف جدا في السي ان اس، معروف قوي قوي في الهيد اند نيك، ومعروف جدا في الماسكل سكليتال والسباين، وكذلك الابدومينال تي بي والادرينال توبركلوزس والجينيك يورينري توبركلوز. وبعض الناس بتعتمد ان التي بي يعتبر جلوبال ايمرجنسي في حاله الاصابات الكثيره منه، بحيث ان هو يتحط في الاعتبار على اساس ان هو حاجه يجب السيطره عليه. عندنا نوعين رئيسيين من التي بي بالنسبه للكلينيكال، بالنسبه للاشعه. الاولاني اللي هو اسمه برايمري بلموناري تي بي او برايمري تي بي كومبلكس، وهذا الديزيز از سيلف ليميتنج ديزيز، يعني لو عالجته كويس ممكن يروح ويخف جدا. وكان معروف قوي ان ذا برايمري تي بي منتشر قوي في الاطفال والناس الصغيرين في السن، وان البريفلنس بتاعه تحت سن 5 سنين عالي جدا. ولكن في الايام اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، البرايمري تي بي كومبلكس ممكن يبقى موجود في الادلتس، واحنا بنشوف نسبه لا باس بيها في مصر ادلت بيرسونز وعندهم برايمري تي بي كومبلكس. كان زمان بيعلمونا ان الجماعه الكبار اللي عندهم برايمري تي بي بيبقى غالبا جاي من حته ما فيهاش تطعيمات وما فيهاش، لكن دلوقتي هو معهود جدا. فعاوزين نعرف ان البرايمري تي بي ممكن لو مريض عنده برايمري تي بي عامل شيست اكس راي، ممكن الشيست اكس راي تطلع نورمال في حوالي 15% من البوبيوليشن. ولكن الاساس في البرايمري تي بي هو الثلاثه كومبوننتس اللي اكيد كلكم حضراتكم عارفينهم، ان هو يكون في بلمونري ليجن، يكون في لينفانجايتس، ويكون في لينفادينايتس، اللي هم الثلاثه مع بعض. فالاصل في تشخيص البرايمري بلمونري تي بي هو وجود من السينال ليمف نود، وبيكون معاها بلمونري برينكيمال ليجن، بغض النظر إذا كان الليجن دوت نقطة صغيرة بيسموها بالمونري نوديول، أو حاجة ضخمة زي بالمونري كونسوليديشن ممكن توصل إلى كونسوليديشن أوف ذا هول لانج. والناس كلها بتعتبر إن الميلياري تي بي واحد من الفيرجنز بتاعت البالمونري برايمري تي بي، والبلورال ديفيوجن في التي بي وفي حاجات كتيرة قوي تقريبا يعتبر واحد من الفايندنجز اللي إحنا بنلاقيها باستمرار سواء برايمري او بوست برايمري. وممكن البلورال ديفيوجن في احيان كثيره جدا يكون هو المانيفستيشن الوحيد، يعني يبقى المريض بريزنتنج باي ديفيوجن، ما عندوش ليمف نودز وما عندوش بلمونري برينكيمال ديزيز، ولما يتعمل اسبريت وكالتشر وكده يطلع ان الديفيوجن دوت محتوي على توبركلوس اورجانيزم. الليمفادينوباثي ممكن تكون هي الحاجة الوحيدة، واحنا بيعلمونا دايما في الأشعة انك انت لما تلاقي ليمف نود في واحد طفل
واحد من اهم الديفرنشال دايجنوزيس اللي انت تحطها في اعتبارك ان هو يكون عنده تي بي برايمري كومبلكس قبل ما ذهننا يفوت على الليمفوما وعلى الكانسر والميتاستاتيك ليمفوز والكلام ده كله. لكن البرايمري تي بي كومبلكس واحد من الحاجات المهمه، والليمف نودز موجوده تقريبا في 96% من الاطفال، وحوالي 43% النسبه ما هيش صغيره قوي من الناس الكبار. بعض الكتب بتقول ان الليمف نودز غالبا بتكون على الناحيه اليمين، لكن ما عندناش قواعد كده حاسمه. المهم انك انت تلاقي ليمف نودز، و الليمف نودز طبعا زي ما احنا عارفين بنعرف نشوفها في الكلينكس راي، لكن بدرجه اقل جوده من اللي احنا نشوفها في السي تي. فلو احنا بصينا هنا على الشيست اكس راي نلاحظ ان الهايلم على الناحيه الشمال ليتل بيت بروميننت، والناحيه اليمين معقول شويه. وكان زمان برضو بيعلمونا ان الهايلم لما تبقى كبيره ويكون ليها لوبيوليتد اوت لاين او فيستوند اوت لاين او الكلام بتاع زمان قوي، كان دوت سسبشن او سسبشس اوف ليمف ادينوماتي. لكن انا في اعتقادي ان انك انت ما تقدرش تشخص ليمف نودز من البرين فيلم بصوره دقيقه الا لو كان عندك لاترال فيو. فاللاترال فيو بيكون الريجن اوف ذا هايلم ما فيهاش حاجه خالص، لو اللي انت شايفه ده فيسلز، لكن بيكون فيها سوفت تيشو دنسيتي سوبر امبوز اون ذا هايلم، لو اللي احنا شايفينه في الفرونتال فيو ريبريزنتس ليمف نودز. لكن علشان نحسم القضيه اللي وي شود هاف سي تي. And this is the CT. لازم الـ CT يتعمل بالسبغة علشان to discriminate the vessels من الـ lymph nodes. وفي الـ CT دوت إن يصير the partial the ultra إن يصير the superior vena cava ومجموعة ضخمة من الـ lymph nodes الموجودة هنا، حاجات قصاد الـ partial the ultra وحاجات ورا الـ superior vena cava اللي احنا بنسميها the retro cable group. والـ tuberculous nodes بصفة عامة والـ inflammatory nodes هو ده المنظر الأساسي بتاعه، انك انت يسي كور كور كور، وهذه الكور جواها اسود اللي هو الصديد يعني او الكيسيس ماتيريال، والحرف بتاعها واخد صبغه زي الخراريج الموجوده في اي مكان في الجسم. Then if you look to this chest x-ray and you see opacity in the right lung base، الاوباستي دي تنفع تكون نمونيا عاديه، لكن وجود الهايلم الكبير دوت جنبها اللي هو بيقول ان فيه ان هو ليمف نود بيخليكم، وان ده الطفل اصلا تصرف نظر عن موضوع النمونيا العاديه وتعتبر ان دوت توبركلس برايمري تي في كومبلكس اللي هو فيه ليمف نودز وفيه البلمونري مارين كونديشن. احنا قلنا ان البرايمري تي في فيه ثلاثه كومبوننتس اللي هم لينفادينايتس والبلمونري بارينكيبال ليجن وليمفانجايتس. ان الليمفانجايتس ما بتتشافش خالص في اي نوع من الاشعه، فاللي بيتشاف عندنا هو الليمف نود والبلمونري بارينكيبال ليجن، سواء كان دوت عباره عن موديول او بوتشر او كونسوليديشن اوف ذا هول لانج، كل دوت يؤدي نفس الغرض. افرض انك انت لما بصيت على الشيست اكس راي ده ما خدتش بالك ان ديت ليمف نودز فاعتبرت ان ديت نمونيا وابتديت تدي لها العلاج. الفرق ما بين البكتيريا النمونيا وما بين التوبركلس نمونيا ان البكتيريا النمونيا ما معهاش ليمف نودز، ديت نقطه مهمه جدا، وان البكتيريا النمونيا بترسبوند للانتي بايوتكس العاديه، في حين ان التوبركلس نمونيا بيكون معاها لينف نود، ولما تقعد من هنا للصبح تدي لها انتي بايوتكس عاديه ما ترضاش تستجيب للألم. وزي ما احنا اتفقنا ان دايما بقول الكلام ده في مصر علشان، واكيد هنا نفس الحكايه، المريض هو اللي بيدفع كل حاجه. واحنا مؤتمنين على المرضى بتوعنا بان احنا نختار لهم الوسيله التشخيصيه الصحيحه الغير مكلفه التي تؤدي الغرض وتوصل المريض الى التشخيص الصح والعلاج الصح. وبالتالي لما تطلب للمريض سي تي لازم تفكر الاول هل هو هيستفيد من هذا السي تي ولا لا، لان السي تي هيدفع فلوس وهيتحقن صبغه، والصبغه ممكن تعمل له مشاكل وهيتعرض لاشعه، والاشعه ممكن تعمل له مشاكل. وبالتالي في الحالات اللي انا شاكك فيها ان في ليمف نودز في الهايلم ولا الميديستاينم وكده، اي هاف ذا رايت تو هاف سي تي سكان فور ذا بيشنت. Then you see there is a big opacity in the lung وفيها شجره مليانه هواء اللي احنا بنسميها اير برونكوجرام.
وكل الناس عارفين انك انت whenever you see air brokogram تقسم بالله العظيم ان this is mnemonic consolidation. اسف مش mnemonic consolidation ولكن consolidation, والconsolidation في منه انواع كثيره من ضمنها النمونيك. ولما تبص بقى في الميديستاينم تلاقي ان ده القرش وده اورطه وده السوبيريور فينيكيفا وفي كور هنا وفي كور هنا, يبقى معنى كده ان في ليمفادينوباثي ومعاها بالمونري بارينكيما ليجن وتحقق الكومبوننتس بتاع البرايمري تي بي كونتكس. Then if you look to this CT scan and you see a lesion which is small, وده كفايه قوي على ان هو يمثل البالمونري كومبوننت of the TB primary complex. وبعدين كور in the mediastinum, then you know that this is TB primary complex. فحوالي 60% من العينين دولت كل حاجة بتروح, كل حاجة بتختفي مع العلاج. 15% الليجن اللي في اللنج بيصغر قوي ويعمل كرة كده صغيرة, كل ما تشوفها تطنشها وتقول that this is gone focus, اللي هو يقول لك ده من التطعيم بتاع زمان او رياكشن من الجلو حاجه خفيفه وخفت ما حسش بيها. او ان 10% من الناس يستنى الاوباس دي وتكبر شويه وتعمل كوره اللي احنا بنسميها توبركلوز. Then if you look carefully in how it is like this is chest x-ray and you see a small lesion in the right lung. This bone's focus موجود في الرايت لانج تقريبا في معظم الناس وتقريبا في الابر لوب, لكن ما يجراش حاجه لو كان موجود لتحت شويه او كان موجود على الناحيه اليمين. ده ما بيكونش معاه ليمف نودز, ما بيكونش معاه حاجه. This is the end result of pulmonary TB primary complex في حوالي 15% من البشر. Miliary TB is a heterogeneous spread of TB to the lung, وبيتشخص بمنتهى البساطه بوجود ميليري شادوز, نوديولز صغيره جدا اللنج كلها مترشقه بالنوديولز دي. الاكس راي اذا ما كانش معمول عدل مش هتعرف تجيب التشخيص دوت, وبالتالي هتتهيأ لك ان ده ديفيوز لانج ديزيز وفي انفلتريشنز وحاجات زي كده, وبعدين تعمل سي تي فتكتشف ان دول كلهم نوديولز. واحنا عارفين ان النوديولز الميليري اللي هي قد راس الدبوس فيه خمس تقريبا حاجات كومن هم اللي بيعملوه. على راس الحاجات دهيت هو التي بي ووراه السركايد ووراه النوموكونيوزس اللي هي الحاجات الانهيليشن بتاعت المصانع, ووراه الميلياري ميتاستاسيس اللي هي الميتاستاسيس السفيفه قوي الكتير جدا, واخر واحد فيهم اللي هو الالفيولر سيل كارسينوما في بدايتها الاولانيه بتبريزنت باي ميلياري شادوز. And if you see miliary shadows and you think that this is miliary TB, especially if the miliary shadows are soft, لأن ال miliary shadows بتاعت النوموكونيوزس بتبقى زلط موجود جوه اللنج فبيبقى very dense in the plain X-ray. Then miliary TB بتشاف في جميع الأعماق, especially if the patient is immune compromised. وبالتالي ممكن في الأدلتس لو كانوا هم عندهم أي حاجة تعمل immune compromise, ودايما احنا لما تيجي سيره immune compromise تفتكر ان العين عنده ايدز, لكن مش بالقطع, لازم يكون المريض كل واحد عنده immune compromisation يكون عنده ايدز. اي مجرد السن الكبير قوي ده يؤدي الى compromise of the immune system. واحد عنده برايمري كارسينوما وبياخد كيمو ثيرابي, واحد كبير وعنده دايابيتس لونج ستاندنج, الحاجات دي كلها, واحد بياخد اميونو سبريسيف دراجز علشان مرض معين او عشان اورجان ترانسبلانتيشن, كل الناس دي معرضه لهذا الموضوع. Then this patient is a newborn, عمرها 6 اسابيع بس مامتها عندها اندوميتريال تي بي, وبالتالي اثناء الحمل وكده this TB has transmitted to the patient. بغض النظر عن النوديولز بتبقى اكتر فين, في تحت ولا فوق ولا في الشمال ولا اليمين, if you see miliary shadows in the lung, وتعريف الميلياري اللي هو نوديولز قد راس الدبوس او قد السمسمه منتشره في جميع انحاء اللنج, one of the best differential diagnosis هنا اللي هو يكون primary TB. Then I have said in the pleural effusion واحد من المانيفستيشنز الموجوده في البرايمري والبوست برايمري. And if you look in heart and you see this is the appearance of the effusion, هتلاقي opacity وقافله الكوستوفرينيك انجل على الناحيه الشمال, الكوستوفرينيك انجل اليمين كويس.
بعد 6 شهور من الانتي توبيركلس تريتمنت ذير از ريجريشن، باقي حاجه خفيفه قوي قوي عامله اللي احنا بنقول عليه في الاشعه بلانتنج اوف ذا كوستوفرينيك انجل، يعني ما هياش شارب زي الناحيه الثانيه. البلورال افيوجن از يوجوالي يونيلاترال، ولكن ما يمنعش ابدا ان هو يكون بايلاترال. وبما ان في ميه على الرئه ممكن الميه دي تبقى سكندري انفكتد وتعمل امبايما، وده معروف قوي في التي بي السكندري، والامبايما تعمل فيستله والفيستله تعمل تخرج على السكين، وكل الحاجات دي معروفه ولكن مش في البرايمري، مش في البرايمري دي. Then this is the زي ما بيقولوا كده، هنقول الكلام ده في الاخر، لما تيجي تدي علاج للتي بي ما تنتظرش فيري جود ريسبونس، بالعكس انت ممكن تدي العلاج وتلاقي المريض بيدهون في الاشعه في الثلاث شهور الاولانيين، وبعد كده تلاقيه ابتدى يتحسن وكده. فانت لازم تحط في اعتبارك الملحوظه دي عشان لما تيجي تدي انتي تبركلس دراجز وبعدين تعمل فولو اب اكس راي في خلال الثلاث شهور الاولانيين وتلاقيه بيتدهون، ما تغيرش الدواء، تفضل مستمر لان بعد كده هيتحسن زي ما هنقول الكلام دوت. لان if you look here and this is العيان ده كان عنده بس مجرد ديفيوجن على الناحيه الشمال وعنده شويه شادوز كده خفيف على المنتران، ولكن بعد 6 اسابيع من الستارتنج للتي بي ثيرابي حصل له اكسسرفيشن وابتدت الشادوز تكتر قوي وتبقى باي لاترال والديفيوجن يعني كبر حبتين. Then you know that اذا الحكايه دي استمرت في خلال الثلاث شهور الاولانيين ممكن تعرف بقى ان this is a resistant strain وتبتدي تفكر تعمل له كلتشر وتشوف مين الحاجه المفيده بالنسبه له. البلورال افيوجن لما يقعد فتره طويله وبعدين يتعالج كويس ويخف ممكن ينتهي بان الحرف بتاعه يبقى فيه كالسيفيكيشن، والكالسيوم من الحاجات المشهوره قوي 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 في التي بي، وكل الناس عارفين ان الكالسيوم معناها ان التي بي تقريبا خف، بس هذا الكلام في الوقت الحالي غلط، لان الكالسيوم والفايبروزيس والحاجات اللي زي كده ممكن تكون موجوده وكمان يحصل له ري اكتيفيشن عليه. لكن المنظر اللي احنا شايفينه هنا ان there is a pleural calcification of the parietal pleura and of the visceral pleura وsome fluid in between، معناها ان this effusion is regressive. لكن ما اقدرش اقول على المنظر اللي انت شفته دوت البايما الا لو انا حانت صبغه ولقيت الجدار بتاع الفلويد واخد صبغه، يعني في خراج. احنا عندنا المارجنال انهانسمنت معناها ان ذيس از انفكشن، وعلى حسب المكان بتاعه والسبب و وكده بنبتدي نطلق عليه الاسامي. فلو كان في اللنج بنقول لنج ابسس، ولو كان في الفلورا بنقول البايما، ولو كان تبركلس بنقول تبركلس، وهكذا. السكندري بالمونري تي بي او اللي هو بيقول عليه بوست برايمري الاسم دوت احسن، او الاسم الثاني دوت افضل برضه اللي هو يا اما بوست برايمري يا اما ري اكتيفيشن اوف ذا توبركلس بروسس. اند ذيس از نوت ا سيلف ليميتنج ديزيز، ذيس از ا بروجريسيف ليجن، يعني من ساعه ما بيطلع بيفضل ماشي 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 لحد لما يقضي على الحته اللي هو طلع فيها. والقضاء عليها بيكون عن طريق الفايبروزز والبروكيتسز ودول كلام كتير جدا يؤدي الى loss of function of this particular part of the of the lung. ايام خطواتنا الاولانيه في الاشعه كان دايما يعلمونا كده ريتيكيولو نوديولار ستراندي لولولو في الابر لوب يساوي تي بي على طول. فاحنا اي واحد في الاشعه اول سطر في التقرير بتاع التي بي مالتيبل انديفايند ريتيكيولو نوديولار ستراندي وباستيز ار سين ان ذا ابر لوب سواء اليمين او الشمال او الاثنين مع بعض، ويروح على طول خابط الكونكلوجن ان ذيس از تي بي. كان زمان بيعلمونا انك لما تلاقي ريتيكيولو نوديولار تعرف ان ذيس از اكتف تي بي، وتبعد قرايب الواحد عنه وتعمل له مش عارف ايه وتخليه يستخدم فوطه لوحده والكلام ده كله. لكن الساينز اوف اكتيفيتيز هنقول عليها دلوقتي، وجود الستراندي نوديولار اوباستيز ان ذا ابيكس اوف ذا لانج في بلد زي عندنا في مصر او ممكن هنا برضو از هايلي سجستبل تي بي، لكن ما هياش الباثوجنوميك، يعني ما ينفعش حاجة تانية تعمل نفس. ينفع طبعا، ينفع كتير، ويمكن بعضكم سمعني وأنا بتكلم
انك انت لما تتسال في جنس امتحان بره مصر جوه مصر في البرازيل في الهند الحاجه دي تنفع تقول لي ينفع من غير ما تفكر. مفيش حاجه ما بتنفعش في الطب. اي نعم رير او يعني نادر قوي لما تشوفها، لكن مفيش حاجه اسمها ما ينفعش، مستحيل الكلام دوت بطل خلاص. اللي احنا يعني كنا بنحزق قوي فيه والناس بتفط من على الكرسي وتنط ويقول لك مش عارف ايه، بطل كل حاجه تنفع دلوقتي. اذا المين دايجنوستيك فايندينج فور بوست برايمري تي بي هو ذا بريزنس اوف reticulonodular infiltrations especially in the upper lobes and in the apex of the lower lobe. هذه النوديولز فيها كالسيوم ما فيهاش، معاها كافيتي او ما معهاش، then you should go بالعيان دوت انك تعمل له sputum examination عشان بعد كده نشوف هل هو عنده activity ولا لا. Then if you look here and you see multiple، ممكن الستراندي نوديولر ده تبقى نوديول مجعلصه كده، لكن النوديولز العاديه بتاعت التي بي بتكون صغيره في حدود سنتي او اقل حتى من سنتي، في حدود كذا ملي. لكن كل لما المريض تبقى الاميونيتي بتاعته تعبانه كل لما التي بي يبقى مفتخر، يعني النوديولز تبقى مفخخه والسترانس تبقى مش عارف ايه والسيجمنت اوف ذا لانج تبقى اكتر وهكذا. Then if you look here and you see this is just X-ray and you see a lesion in the apex of the right lung. How to describe and then a multiple batchy nodular strands in the right upper lobe. مفيش معاها mediastinal lymphadenopathy. Left lung is free. Costophrenic angles are free. مفيش pleural effusion. Then the possibility of TB has to be considered. وتعمل sputum examination علشان تكونفيرم. كانوا برضو بيعلمونا ايام زمان اول ما تلاقي كافيتي يبقى this is active TB، وده في الوقت الحالي غلط. الكافيتي is not a sign of activity، ولكن الكافيتي هو احسن دليل على التي بي، احسن واقوى دليل على التي بي هو وجود الكافيتيشن is the hallmark of تي بي، وهو ده اللي بيوصل بقى على البرونكس والبرونكس تودي على الناحيه الثانيه ويعمل ترانس برونكال سبريد والكلام ده كله. Then healing بالكافيتي دوت بيؤدي او هيلينج تي بي ان جنرال يؤدي الى ذا بريزنس اوف فايبروزس، والفايبروزس طبعا بيشد على الحاجات اللي جانبيه، بيشد على الميديستاينم، يشد على الديافرام، يشد على البرونكاي فيعمل برونكيكسز ويطلع مكانها كالسيفيكيشن. Then cavities of the TB are usually located in the upper lobe and they have thick margin and they do not contain air fluid level. على عكس البكتيريال كافيتي، البكتيريال الكافيتي بتاع البكتيريا بيكون في اير فلويد ليفل وتبص على الفلويد ليفل وتشوف هل هو مستقيم ولا مش مستقيم والكلام ده كله. لكن وجود الاير فلويد ليفل انسايد ذا توبركلس كافيتي اللي هو موجود في الابر لوب از سجستيف اوف سكندري انفكشن باي بكتيريا. التوبركلس كافيتي جدار تخين ما عندوش اير فلويد ليفل، متحوط بشويه ستراندز ونوديولز وخلافه. لو طلع جوه الكافيتي and you see this is a big cavity in the upper lobe surrounded by reticulonodular infiltrations then you think لو في air fluid level انه جاله كمان عليه secondary infection. واحد من اشهر العلامات على الاطلاق للاكتيفيتي هو اللي احنا بنسميه تري اون باد ابيرز. وعلشان انا كل ما اسال واحد اقول له تري اون باد يعني ايه يقول لي الزارع ولما يكون في الاول وساعه الربيع ويحكي لك حكايه طويله ما تفهمش منها حاجه. فانت دلوقتي اسهل حاجه عندك لما تكون محتار قوي، يعني وانا بحضر في المحاضرات كده يقول لك البتاعه دي عامله زي ما اعرفش ايه، وانا ما اعرفش ايه ده ما اعرفوش اصلا. كويس؟ فتروح كاتبه على الانترنت يروح طالع لك صور كتير قوي فتعرف ان ده فلان الفلاني. دي اسهل طريقه على فكره، لان زي ما انا دايما بقول الجماعه بتوع الاشعه خيال، خيال واسع جدا جدا وساينز بالعبيط وكل حاجه في الدنيا عاملين لها شبه، خرطوم الجنينه ورجل البطه ومنهار الحدايه وجول قول زي ما انت عاوز. ولما تيجي تحط الاثنين قصاد بعض اللي هو رجل البطه ومنهار الحدايه تلاقي مفيش شبه ما بين الاثنين خالص. المهم
ادي التريم بالب اهو، هو دوت على حسب ما الانترنت نشران. انت بقى شايف ان هو لسه متزرع جديد هيكبر بعد شويه براحتك، لكن this is a tree bud and this is the classic appearance of tree bud اللي هو نوديولز صغيره جدا جدا متلففه حوالين البرونكات زي كده فرع وحواليه نوديولز نوديولز صغيره جدا. التري بود ما هواش علامه اساسيه او باثوبرومونيك للتي بي، لا موجود مع التي بي موجود مع حاجات ثانيه زي الليمفوما لكن in the course of infection والعيان معروف ان هو عنده تي بي. If you see three of that and this is indicative of active TB then الليمف نودز في البوست برايمري ما هيش موجوده، الليمف نودز موجوده في الايه الاوريجينال. Then three of that appearance زي الانفلتريشنز اللي انت شايفها، طبعا لو لقيت معاها هذا النوع من الكافيتز اللي هو جدار تخين وسراوندد باي خطوط 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 وما عندهوش اير فلويد ليفل then you know that this is TB لان التريوم باج في الليمفوما ما بيعملش كده وما بيكونش في الابر. واحد من المانيفستيشنز اوف TB ان هو في نهايه الامر يعمل برونكيال ستينوز من نتيجه الفايبروزس كلنا الكلام ده البرونكس اليومن بتاعها يضيق ولو حصل كده بيبقى عرضه للكولابس لان البرونكس دي سهل قوي انها تتسد او ان هي بتفوت في اتجاه وما بتفوتش في اتجاه تاني يعني تدخل الهواء ما تخرجوش يبقى فيه هايبر انفليشن اوف ذا افكتد بارت او تتقفل بميوكس بلاك وتعمل نومونيك كونسوليديشن. And this is post primary classic post primary TB infiltration in the left lung apex right lung كويسه الكوست فريننج انجل كويس وده مهم طبعا الكانديديت او الجونيور ستاف ان هو لما يجي يقرا حاجه زي كده عارف ان التي بي ده يوجوالي بايلاترال ويوجوالي بيكون معاه بلورال افيوجن وساعات يكون معاه برونكيتسز وساعات يكون في كافيتي بلو الكلام ده كله شود بي فيريفايد ويا اما يتم اثباته يا اما يتم نفيه. Then this is a tuberculosis patient وعلى مدى ثلاث سنين عنده بوزيتيف هيستوري اوف كونتاكت مع tuberculosis patient وده الانيشال اكس راي فيها انفلتريشن ان ذا ليفت لانج وفيها كونسوليديشن وفيها بلورال افيوجن ودوت اللاترال فيو بتاعه. Then to verify the nature of this then you have CT and the CT showed nodular opacities and multiple or small cavity in the apex of the lung. And this is also the كلنا طبعا عارفين المالتي ديتكتور سيتيز اللي اتكلم عليها الدكتور عبد الله وهي منتشره في كل مكان دلوقتي بتركب الصور بالطول وشمال يمين وقدام وبالجنب والكلام ده كله. This is coronal reconstructed image and this is sagittal reconstructed image showing the consolidation وفي الاير برونكوجرام اللي هي شجره مليانه هواء. Then the pleural effusion is one of the findings in the primary and in the post-primary TB وفي post-primary موجود في حوالي 18%. And this effusion زي ما احنا قلنا is liable for infection ويتحول إلى امبايما والامبايما سواء كانت bacterial أو tuberculous فيها خطر معروف جدا إنها تفتح البلورة على البرونكس اللي هي بيسموها the bronchopleural fistula and في الاخر خالص تبقى كالسيفيكيشن. وكل الناس بتقول لو انت عاوز تعرف الامبايما ديت عملت برونكو بلورال فيستولا ولا لا انك انت تلاقي الامبايما بعد ما كانش فيها هواء بقى فيها هواء لان البرونكس بعد لما وصلت الهواء على الامبايما بقى فيها اير فلويد او بقى فيها هواء نوكيولاي كده جوه الصديد. بس انت عارف ان مصدر الهواء جوه الصديد ثلاث حاجات. أول حاجة وأشهر حاجة على الإطلاق إن واحد يكون لعب في الحتة دي. دايما الدكاترة عندهم يعني إيه لما أحط إبرة وأطلع شوية وأعمل لهم مزرعة والكلام اللي أنت فاهمه. فلو حط إبرة هيدخل هواء وده أشهر سبب على الإطلاق. السبب الثاني في الترتيب هو the development of bronchopleural fistula. السبب الثالث infection with gas forming organism وده يعتبر أقل واحد فيهم من الاحتمالات. الاحتمال الاولاني ايدروجينيك واحد لعب في المريض ودخل انبوبه دخل ابره وهكذا. Then you see this is the initial radiograph with pulmonary infiltration and effusion
And you got after follow-up the regression of the lesions and also partial regression of the effusion. أول ما تلاقي calcification في البلورا بالذات لما تكون مستفحلة زي اللي هي كده you see extensive calcification and you think of tuberculous affection سواء كان ده تي بي وخف وساد بريزيديوال كالسيوم او كانت امبايما وخفت او امبايما ولسه موجود منها. Then you see this is a collection with marginal calcification. الكالسيوم دوت يا جماعه ينفع يكون في البكتيريال امبايما تقول ينفع وانت مغمض، لكن اول ما تشوف كالسيوم في امبايما تعرف ان ديت اصلها من الايه؟ من التي بي. Then if the امبايما has perforated through the skin تفضل تخرم تخرم لحد لما تطلع تحت الجلد وتخرم الجلد وتطلع الصديد على الشارع. And this is embyema necessitans. And this embyema necessitans في العيان ده بالذات عملت erosion of one of the intercostal vessels والسبغة عمالة تنفط كده هوت من الفيسل اللي هو مقروض. And this is an example of a patient وجنبه طالع منه الامبايما نفسها. And this is not the case of CT. You see an embyema here وخرمت الشيست وول وطلعت سبكتين. وكل الناس متفقين انك لما تلاقي الامبايما دخلت في الشيست وول وعملت بقليله سبكتينس او خرمت السكين تعرف ان اصلها تي بي، لان البكتيريا الامبايما في الغالب ما بتعملش هذا الموضوع. الكومبليكيشنز بتاعت التي بي زي ما احنا اتفقنا انها ممكن تعمل فايبروزس والفايبروزس يشد على البرونكاي فيعمل برونكيتسز. وكان دايما زمان يعلمونا يقول لك البرونكيتسز العاديه بتبقى في اللور لوب، اما البرونكيتسز بتاعت التي بي بتكون في المكان بتاع التي بي اللي هو بيكون في الابر لوب. ذن الكافيتيز ممكن يطلع جواها فنجس، ينبت جواها فنجس اللي احنا بنسميها فنجال بول او مايسيتوما او اسبرجيلوم. وكل الناس اكيد عارفين ان ذا موست common symptom على الاطلاق في المايستوما هو الهيموبتسم، وهو اللي بيموت المريض لان الكوره دي بتتحرك جوه الكافيتي والكافيتي الجدار بتاعه از هايبريميك وكل ما تتحرك ينزف ويطلع النزيف في الشارع. لان الهدف الرئيسي في علاج المايستوما انك تموت الفانجر بول علشان يبطل المريض ينزف، واذا ما عرفتش تعمل كده تعمل امبولايزيشن للفيسل اللي بينزف. هي دي الطريقه، بس دايما تبقى عارف ان هو ده الاصل. Then if you see bronchitis in the upper lobe and you know that this is secondary to an infection and this infection is most likely of tuberculous etiology. And you can see better bronchitis كلنا عارفين ان الاكس راي جدع في تشخيص السيستيك برونكيتسز، ولكن التيوبولر والفريكوز والكلام دوت الاكس راي تعبان قوي فيه. Then if you are suspecting bronchitis then you have a high resolution CT عشان تقدر تشوف the dilated bronchi وتشوف الفاريكوز برونكيتسز وتشوف كذلك الايه السيستيك جينز. في الاخر خالص بتاع التي بي فايبروزس، والفايبروزس بيعمل تراكشن، والتراكشن دوت بيشد على الديافرام يسحبه لفوق، يشد على التراكية يسحبه ناحيتها، يشد على الميديستاينم، يشد على الهايلر شادو، ويعني شد في جميع الاتجاهات. وطبعا the presence of calcium زي ما احنا اتفقنا. And this is the appearance of mycetoma in the upper bowl and the upper lobe. You see a cavity والcavity جواه mass وsurrounded by air اللي هو الهيلو ساين اللي احنا اكيد كلنا عارفينه. Then for better evaluation of mycetoma you can have CT. The mycetoma can be bilateral in the TB اصلا bilateral. And you see a mass inside the cavity and another mass inside the cavity على الناحية التانية. وكلنا عارفين برضو ان الجماعة بتوع الانترفنشنال راديولوجي ممكن بندخل احنا عصاطر في الكافيتيز ديت وبنحقن الانتي فانجل دراجز جوه الكافيتي نفسه ايمنج ان احنا نموت المايستوما نفسها. Then التي بي اكتف ولا مش اكتف؟ كل الناس بتستنكر قوي انك انت تقول من الاكس راي ذيس از اكتف تي بي، لكن العلامه اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي ان التري امباد، والتري امباد مش هيتشاف في الاكس راي 100% هيتشاف في السي تي هاي ريزوليوشن، هو العلامه الاكيده من الاشعه ان ذيس از اكتف تي بي.
ولكن اللي اكد من كده واسهل من كده وارخص من كده هو السبيوتم. انك تاخد سبيوتم ونشوف فيه اكتف باسيلاي ولا لا. لو الراديوجرافيك تشينجز فضلت من 4 لـ 6 شهور ثابته زي ما هي ما بتتغيرش and this is a stable disease. فايبروزس وكالسيفيكيشن والكلام دوت زي ما انا قلت لك بيتشاف في الاكتف وفي الانكتف، لان احنا كان بيعلمونا زمان اول ما تلاقي كالسيوم تقول هيلد توبيركلس ما اعرفش مين، لكن مش بالقطع. اللي يقطع في هذا هو السبيوتم اكزامينيشن. زي ما قلت لحضراتكم لما تعالج التي بي الحكايه ديت بتحصل. ريجريشن اوف راديوجرافيك ابنورماليتيز از سلو، يعني مش زي البكتيريا النمونيا والكلام بتاعها كله بيخف في اسبوع او اثنين بالكثير. المهم بقى progression of the disease may be seen in the first 3 months of treatment. انت بتدي الدواء الصح وماشي صح، لكن تعمل اشعه تلاقي الدنيا متبهدله اكتر. بس في الغالب العيانين دولت السيمتوماتولوجي بتاعهم بيكون ابتدى يهدى، الاشعه مش راضيه بالظبط زي السركايد. السركايد اول ما تدي له كورتيكوسترويدز ما بيختفيش فجاه، بيقعد فتره طويله، لكن السيمتومز بتهبط وبعدين يبتدي بقى اللنج او البرين ليجنز تروح، وبعدين الليمف نودز بتاخد وقت عقبال ما تروح. وبعدين ريزوليوشن اوف بارينكيمال ابنورماليتيز بيخف لحد سنتين، من 6 شهور لحد سنتين. وبعدين لو ما فيش تحسن بعد 3 شهور تعرف ان يا اما ده دراج ريزيستنت يا اما جاله انفكشن تاني، انفكشن مع التي بي يعني بحاجه تانيه. لان اخر حاجه في الحته ديت هو الكاردياك تي بي. كل الناس عارفين ان ايام زمان يا ابني التي بي بيعمل ايه في الهارت، تبركلس بريكاردايتس بتبان ازاي مش عارف ايه، لينير كالسيفيكيشن ان ذا بريكارديوم، وايه الايفكت بتاعه اكسترينزك ميترال ستينوز. البريكارديوم لما يبقى ثيكند وكالسيفايد بيخنق القلب، فيعمل له زي ما يكون في ما هم بيقولوا كده يعني مايترال ستينوز. خلاص بقى الكلام دوت يعني ممكن في حاجات كتيره قوي زي ما تفضل الدكتور عبد الله وقال الكلام ده منشور على الانترنت، بيقول لك ان كل 10 سنين 50% من المعلومات الطبيه بتكون غلط، اصبحت غلط، يعني اللي احنا كنا عمالين نحفظ فيه اصبح غلط. فالواحد اللي هم زي عندنا كده مثلا عندنا اساتذه كبار قوي بس بطل يقرا من اول ما خد الدكتوراه من سنه 79، لو هو دلوقتي بيمتحن الطلبه فهو بيمتحن الطلبه على 15% بس من المعلومات الصحيحه، وكل اللي هو عارفه بعد كده اصبح ابسوليت او بقى فيه نظر او ما بقاش حقيقه او زي ما انت عارف. ودي مهمه جدا في حكايه التعليم الطبي المستمر. يعني الراجل اللي بيصلح عربيات كل يوم بيفك نفس الصاموله ويركب مكانها واحده ثانيه، لكن انت لا، انت لو ما فيش تعليم طبي مستمر هتلاقي نفسك بعد 10 سنين نص المعلومات اللي انت عارفها غلط، والطلبه تتريق عليك ومش عارف مين يتريق عليك، وتبقى شغلانه وانت فاهم بقى ان انت العلامه الكبير. لكن مهم جدا يا جماعه موضوع الكونتينوس ميديكال اديوكيشن والكونتينوس تريننج مهم جدا بالنسبه للشغلانه بتاعتنا بسبب اللي انا قلته لك ده، ودي مش تفنينه من عندي، دي كلام منشور ودوكيومنتد ومعروف بالنسبه للناس كلها. ده قبل ما البريكارديوم يبقى كالسيفايد وكونستريكتيف مش عارف مين وبتاع، في مانيفستيشنز كتير قوي ما كناش احنا عارفينها. ان البريكارديوم لما يبقى انفلينت هيعمل ايفيوجن، فبالتالي لما تعمل سي تي وتلاقي البريكارديوم از ريلاتيفلي ثيكن وجوه البريكارديوم في ميه زي ما انت شايف كده، في معظم الناس ديت بيكون عندهم كمان باي لاترال بلورال ايفيوجن. والله لو صدفك الحظ ولقيت كالسيوم في البريكارديوم في الوقت دوت، then this is a good possibility for TB. زي في العيان ده كده and you see calcium in the pericardium وكالسيوم الناحيه دي كمان، وطبعا بلورال ايفيوجن على الناحيتين، وبقى دهوله في اللنج ريتيكيليشنز وسترانس و و و and this is diagnostic of constricted pericarditis. And this is also عندك كل اللي انت شايفه في السي تي ده ان في بريكارديال كولكشن وفي بلورال ايفيوجن على الناحيه اليمين وعلى الناحيه الشمال وفي بلورال ثيكننج على الناحيه اليمين.
لما اي حد هيكتب تقرير زي كده مش عارف اي حاجه خالص عن المريض، هيقول لك في فيوجن مش عارف ايه وفي فيوجن تاني ايه، واحنا عايزين نعرف سببه ونروح واخدين سامبل ونعمل لها كابتشر او نحللها وبتاع. And this proved by pericardial biopsy to be secondary to TB. And thank you very much.